And now, ladies and gentlemen, your next bout is 3 5-minute rounds of the UAE Warriors catchweight 62 kilo matchup. Introducing first, fighting out of the blue corner, representing the Philippines, Mark Alcoba. دخول المقاتل مارك الكوبا من الفلبين سجل 7 مرات فايز خسران مرتين كان في منظمة ثانية يقاتل مؤخرا نعم كانت خسارة أمام جيريمي باكيتو الفلبيني الآخر في منظمة بريف عند خسارته أمام من؟ جيريمي باكيتو يرحمكم الله باكيتو ثلاث انتصارات بالقاضية أربعة بقرار القضاء بس يعني المثير للانتباه في رصيد تحدثت 7 انتصارات وخسارتين فاز في 6 من آخر 7 مواجهات خاضها يعني رصيد ممتاز. مارك الكوبا المقاتل الفلبيني الثالث اللي سيدخل القفص هذه الليلة لم يوفق مواطنيه روجيليو وفاليريو في نزالات سابقة لكن مثل ما ذكرت المقاتلين الفلبينيين دائما يعني تستقطبهم المنظمات الإقليمية كونهم مقاتلين بالفطرة الرياضة وانت عارف هذا الشيء يعني في الدول القتالية المختلطة توجد فيها عدة أنواع مختلطة من القتال عندهم الكالي الفن الرسمي أو الفن القتال الرسمي للفلبين باكياو موجود بدأ كملاكمة ما هم كشعب شعب مضياف ويحبون القتال. And now, ladies and gentlemen, his opponent, fighting out of the right corner, representing Brazil, Fabio Mello. فابيو ميلو إذن من المقاتلين المخضرمين في UAE Warriors سبق وأن شاهدناه في هذه المنظمة خسر أعتقد ترنت نعم خسر أمام ترنت جوردن اللي سيتواجد بعد قليل أيضا في إحدى النزالات القادمة يعني 3 خسائر على التوالي بالنسبة لفابيو ميلو محتاج أنه يفوز تعرف أنت اللي يخسر 3 نزالات متتالية في أي منظمة يعني المنظمة يمكن تطلق صراحة مثل ما يقولون الـ UFC من هذه المنظمات اللي تترك المقاتلين بعد 3 هزائم متتالية ولكن بس أيضا المفروض يفكر عمره 40 عاما المفروض يفكر في الحياة بعد القتال يعني خلنا نقول يعني أسطورة كان يعني صراحة بالنسبة للمقاتلين اللي متواجدين في دولة الإمارات حتى الخسارات اللي كانت عنده في السابق كانت أمام أساطير تاكانوري غومي يوما ما الياباني من أفضل المقاتلين في العالم بالوزن الخفيف جوزي ألدو يوما ما أو ربما حتى الآن من أفضل المقاتلين في العالم في وزن الريشة عندك إيماناري ياباني آخر يعني حتى خساراته يعني من مقاتلين أساطير إذا بنتكلم عن انتصاراته عشان ما نكون سلبيين تغلب على فينيسيوس ماغاليش الملقب بدراكولينيو أيضا من يعني الشخصيات المعروفة في عالم الجوجيتسو تغلب على تشارلز كريزي هورس بنت المقاتل المشاغب المعروف أيضا بالنسبة لمتابعي الفنون القتالية المختلطة انتصارين بالقاضية 5 بالاستسلام و4 بقرار القضاء بالنسبة لهذا المقاتل البرازيلي فابيو ميلو بس أنا أرجع وأقول عمرك يعني يأثر العمر عليه حق جسمك عليه حق يعني أكبر مقاتل سنا ربما في هذه البطولة 44 سنة مو يمكن أكيد هو محمد علي لا هو. لا محمد علي بالثلاثينات شوف الفرق يعني بالطول
ببساطة يعني مارك الكوبا عنده شوية زيادة بس الخبرة لصالح المقاتل فابيو ميلو good crowd support بالركن الأحمر. Lots of Brazilian. And now, ladies and gentlemen, three 5-minute rounds in the 62-kilogram catchweight. Introducing first, the fighter on my left, fighting out of the blue corner. He is a mixed martial artist, standing 168 centimeters tall, weighing in at 62 kilos. His record, 7 wins, only 2 defeats. Fighting out of and representing the Philippines, he is the Ruthless Mark Alcoba. And now his opponent, standing across the cage, fighting out of the red corner. He is a Jiu-Jitsu specialist, standing 165 centimeters tall, weighing in at 62.4 kilos. His record, 11 wins and 9 defeats. Fighting out of Al Ain, UAE, by way of Brazil, ladies and gentlemen, Fabio Mello. The referee, when the action begins, Mark Gotti. طبيعي برازيلي انه يكون له شعبيه ايضا في بس الصاله بس ما تلاقي عده ناس عمرهم 44 عاما بهالفيزيك وبهاللياقه البدنيه العاليه. نعم صراحه اللي يعني اعتقد خانته المره اللي فاتت امام ترنت اللي هو ترنت ايضا مقاتل متميز بس عمره 23 سنه يعني نص عمره فرق العمر. القفاز الاسود فابيو ميلو بالقفاز الابيض مارك الكوبا فلبين والبرازيل. الكوبا اكيد مو الكوبا. يعان شكلك. No secrets on the game plan for both of them. Yeah, I didn't know exactly which. ثواني جسر النبض بين المقاتلين الاثنين. المقاتل البرازيلي هو قاعد يتقدم. المقاتل الفلبيني قاعد ينتظر ضربة كبداية. ولكن قاعد يتحرك ما أعرف يعني داخل القفص داخل المفروض قاتل ما المفروض تراجع ما قاعد تضرب ولا ضربة لا تقول لي جسر النبض هاي. Step ahead. سيبحث فابيو ميلو عن الاسقاط والقتال الارضي اكيد في هذا النزال. ضربه خطافيه يساريه لم تجد لها هدف. يبحث عن الفرصه يعني يدرس لكمات الكوبا ويبحث عن التوقيت المناسب للليفل تشينج وتغيير الوقفه القتاليه هنا يبحث عنها باستخدام رجل واحدة يسقط. هل يثبت؟ لا يثبت. نزل مرة ثانية. مرة ثانية هذه المرة أفضل وربما يثبت. نعم هذه الوضعية الآن وأصبح الآن الفلبيني في عالم فابيو ميلو القتال الأرضي. مطالبات لكسر الاحتجاز نسمع كوباسا يعني باس ذا جارد اكسر دفاعات الفلبيني واحصل على التحكم الجانبي او السيطره الجانبيه. بس احنا لاحظنا قبل هالمره مقاتلين ارضيين خسروا مع مقاتلين سترايكرز مع انه كان الوضعيه لصالحهم طول الوقت برازيليين ايضا. برازيلي اليوم ليسوا في افضل حالاتهم خساره مارسيلو بونتس خساره جيرسون كارفاليو ولكن مصر ام الدنيا داخله 2-1 كفوز حلوه. نرجع للقتال اللي هي داخل القفص الان المقاتل البرازيلي قاعد يحاول يسيطر ولكن المقاتل الفلبيني قاعد يدفع المقاتل البرازيلي وقاعد يخليه ياخذ لا وضعيه احتجاز ولا وضعيه سايد ماونت اللي ممكن يطلع لها اللي هي التحكم الجانبي. دفاع ممتاز لحد الان من المقاتل الفلبيني لم يتحكم بالايد اليمين ولكن حاول كسر الاحتجاز فابيو ميلو الان لكن الحلو فيه انه يعني عند محاوله كسر الاحتجاز يضرب جسم اللاعب او المقاتل الفلبيني مو يحتاج ضربه واحده تخلي المقاتل يتفاعل مع الضربه يخليه يطلع بعد knew he was going to face a عندنا وقت كافي عندنا دقيقتين في الجوله الاولى من خمس من عفوا من ثلاث جولات خمس دقائق كل جوله وطلع بس, بس بس اعطاه رقبته خلال الخروج يعني وطلع من عندها على فكره يعني اذا في وقت يحاول يسوي وضعيه المقصله تكون في الجوله الاولى. نعم ضربه كانت قويه ما ادري اذا حطتها على الجهه اليسرى من مقاتل راس المقاتل الفلبيني. والله حلو الفلبيني انه ما زال محتجز البرازيلي يعني ما قاعد يعطيه اياه. نعم
وعندك 90 ثانية يمكن نهاية الجولة. كسر الاحتجاز أخيرا. لا 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 ما كسر ما كسر. شبيهة حلوة شبيهة في حركة المقاتل المصري عبد الغني صابر في نزاله مع البرازيلي وخلاه يعصب ما ثبت اي بس لكن خرج منها اهم شيء وهذا اهم شيء بس ضربه كانت على الساق اليمنى بس اعتقد المقاتل الفلبيني كسب ثقه بهالحركه خلينا نرجع نسويها على الواقف خلينا نشوف ثم فابيو ميلو اذا فابيو ميلو كان تعبان راح يكون فمه مفتوح المقاتل الفلبيني قاعد ينتظر قاعد ينتظر الضربة القاضية ضربة يعني يخلص بها حياة المهنية لفابيو ميلو اللياقة البدنية تلعب دور في الجولات الأخيرة مو بجولة يعني دائما خاصة اللي عمره كبير يعني مو عن شيء لكن كرياضي على فكرة يعني في شخصيات مثل راندي كوتور يعني بعيدة عنهم هذه الأمور يعني لياقة بدنية عالية وفي الأربعينات ما شاء الله عليه وحصل على بطولة العالم ولكن مو بكل حد راندي كوتور الأسبوع الفات صارت أعتقد جلطة زين بس رجع يقول لك تعافى منها ومشى للبيت من المستشفى ما شاء الله عليه يعني من المقاتلين النادرين يعني اللي في الأربعينات يفوز ببطولة العالم ليش تروح بعيد أخوي جريسي قاتل مو حوالي بال 49 ما كان شامرب طبعا انا متحيز لهوسبيرز تنتهي الجوله الاولى جوله كانت لصالح البرازيلي يعني اعتقد سيحتاج في انه ينهي النزال قبل الاحتكام لقرار القضاء 15 دقيقه بس اقول لك شنو الفرق اعتقد المقاتل الفلبيني كسب هالجوله ما نقاط ما كسب نقاط ولكن كسب ثقه اكيد يعني لانه ما قدر مثل ما قلت كان ماسكنا في الاحتجاز لفتره طويله وعندك هاي اول جوله انت اذا تلاحظ المقاتل البرازيلي علامات التعب واضحه عليه الوضعيه اللي قاعد يسويها المدرب مات اذا المخرج ياخذنا صوره من بعيد شويه ان رجليه تعبت لذلك يرفعون رجليه عم يخلون الدم يرجع الى الجسم التنفس ثقيل بس ابن العشرينات شوفه اللي تشيك الانستغرام اكونت مات اصلا يمكن الخطة انه يمضي بهذا النزال الى الجولات المتقدمه منشوف يعني احنا ما نبغي نحكم على فابيو ميلو لكن متأخرة هناك جرح بسيط على القدم اليسرى للمقاتل الفلبيني مارك الكوبا وفي قول آخر الكوبا مارك جودارد أطول رجل في القفص اليوم Fabio Mello is 43 years old and he looks like a kid. Bro, he looks in such great shape. جولة ثالثة أو الثانية عفوا ستبدأ الآن. But this is a fight against the clock for فيها صراحة يعني ما في يعني مارك الكوبا ارتكب شيء أغضب سيغضب فيه فابيو ميلو. بس اعتقد يريد يقول لك انا الفوز اهم شيء عندي الضربات اثرت على وجهك ولكن الخبره راح تاخذ دورها شوف بالنهايه عزه الكرام راح تشوف شو يصير المقاتل البرازيلي راح يحاول يدفع المقاتل الفلبيني الثمن لعدم مصافحته كان هناك محاوله مصافحه يعني ما غير رياضيه لا يعني انك تمثل انك بتسلم عليه بعدين تضربه يعني بس شوف الدماء تنزل بغزاره من وجه المقاتل البرازيلي ولكن يكون يمكن كالأسد يستشيط غضبا ويرد عليه الصعصاعين مارك الكوبا حركته ما كانت حلوه يمكن طي الشباب مثل ما نقول يعني ممكن يدفع ثمنها لان فابيو ميلو عصب يا اخي اكيد غضب الان يعني اتمنى الاصابه شوف الاصابه يعني ايضا صراحه يصب الدم اي بس طريقته ما حلوه كانت المقاتل الفلبيني مقصوده او غير مقصوده يمكن هذا حتى الجرح هذا يمكن من اللكمه ترى اي كانت من اللكمه صراحه ايضا بس يدفع خليه يدفع الثمن لان اعتقد يعني تعرف هناك غضب انه انا قاعد احاول اصافحك عاملك باحترام وانت ترد علي بهالحركه خلينا نشوف اذا انا صح ولا لا اعتقد فابيو ميلو راح يخلي المقاتل مارك الكوبا يدفع الثمن غاليا للحركه الغير رياضيه صراحه تحكم الجانبي الان من فابيو ميلو سيحاول انهاء هذا النزال بالاستسلام او بالضربه القاضيه شوف المشكله شنو تكون لو ياخذ له ويسوي تاب او استسلام مارك ولكن فابيو ما يعطيه اياه ويكمل ويأديه الجماهير تتفاعل مع
ما يحدث داخل القفص السبب أيضا أنه بدأت الجولة الثانية بطريقة نارية فابيو ميلو حاول يصافح كتحية بداية الجولة للمقاتل مارك الكوبا ولكن مارك رد عليه بخداع وضربه هل هو قانوني؟ نعم هي قانونية حركة المؤمرة يعني بس هاي مثل كرة القدم لما عندك لاعب مصاب والفريق الخصم يخرج الكرة من خارج الملعب احتراما بس احنا لاحظنا شايفين هدفه وجابوا جول في مرة من المرات فابيو ميلو اعتقد راح يخلي تركيزه على القتال الارضي خانقة محاولة البحث عن الخنق لا يريد أن يسحب الاحتجاز فابيو ميلو خاصة في هذه الأدوار المتأخرة الآن الجولة الثانية أواخر الجولة الثانية شوف التشجيع الجماهير قاعد تشجع عندنا احنا جاليتين كثيرين على داخل الصالة الجالية الفلبينية والجالية البرازيلية والتفاعل ممتاز حتى الجالية اللبنانية بدأت تدق الطبول ركلة لجسم فابيو من مارك الكوبا قريبة جدا من مارك الكوبا Some exciting fight. Yeah, I believe we lost you guys here for a moment. Here a little technical difficulty. نعتذر مشاهدينا الكرام كان خلل تقني فقدنا فيه الصوت ولكن نعود وتابعنا النزال معاكم يعني نزال ناري صراحة. صح والتكملة كانت المقاتل البرازيلي يلحق المقاتل الفلبيني وضربات مؤثرة يعني هو سيطر الشبه كاملة في هذه الجولة الثانية. والآن الركن الأحمر قاعد يحاول يساعد المقاتل البرازيلي لتكملة النزال. تعتقد في مصافحة في بداية هذه الجولة؟ بس كان هناك شوف دفع الثمن غالي للمقاتل الفلبيني يعني هو قاعد يكحلها عماها. الجولة الثالثة والأخيرة ستبدأ الآن بين فابيو ميلو ومارك الكوبا مرة ثانية والله يعني صراحة أحيي فابيو ميلو مقبلها محاولة إسقاط من فابيو أمام باب القفص تماما مخضرم lots of energy to finish this takedown. The Filipino got down the hook. Yeah, it's very difficult. The first round, the first round, was not planned. Mark avoided the takedown very well.
يمكن ويمكن سلم وضرب بسرعة. هم عادة المقاتلين بالجولة الثالثة من بعيد يصفوا ويأشر لك لو تتصفوا ولا أو حتى بالجولة الأولى. أنا تعرف أنا لو الموضوع عندي ألغي كل هذه الأمور أخليها في نهاية الفايت. هي المشكلة التأشير القتال التدريبي عرفت أنت دائما تسويها قبل النزال لما تتدرب. حلوة هنا محاولة من فابيو ميلو للسيطرة على الظهر. تروح وترجع على الجوجيتسو دائما. ومنقذك في هذا النزال هو الجوجيتسو يا فابيو ميلو. خاصة أنك في الجولة الأخيرة. محتاج أنك يعني في القتال الأرضي تقدر تسيطر على نفسك. تقدر يعني توزع جهدك. على فكرة الجرح على قدم اليسرى من مقاتل الفلسطيني وسقاط محكم من فابيو ميلو. من فابيو ميلو. المشكلة الدماء قامت تنزل أكثر بغزارة لأن كلمة الجهد الجرح يفتح. I feel like I have to cheer for Mark now just to even it up. Fabio Mello. Come on, Mark, you can do it. Half guard. حاول لكسر الاحتجاز. Showing his neutrality. بس ما عنده سيطرة جانبية. Very much Switzerland. أنا عجبني دفاعات الفلبينية للمقاتل الفلبيني على ال الهاف جارد عندنا عادة في الهاف جارد نصف احتجاز في أكثر من مرة ومرة قلبها حتى مرة قلبها يعني إن شاء الله بس أعتقد الخبرة راح تفوز على طيش الشباب إذا بقينا على هالمنوال لأن القتال الأرضي يفضل المقاتل البرازيلي يعني إذا كان هناك شك في الجولة الأولى ولكن لم يكن هناك أي شك في الجولة الثانية ولا حد لم الجولة الثالثة راح ندخل على النصف الأخير من عدها. Gotta tell him, man. But Mark's doing enough, though, to neutralize him right now, and I'm surprised. بس نقول إحنا هالكلام غير رسمي. كم علقين؟ ما نقدر نقول نجزم بشيء أو بآخر. بس نعتبر. Usually, when people get the head over there, what you want your opponent from underneath the basket so you can go to Katagatame or something like this. And Mark is quite calm, even though he's receiving the pressure and everything. He's quite calm and he knows he cannot move to that side. Nothing happening here, and Mark's really keeping everything really close. But yeah. Here we go. He tries to posture up. Does Mello? Yeah, that's the danger for Mello. The referee decides that's no action. Oh, محكمة لكن يحاول فابيو ميلو مصر على الإسقاط والتثبيت والقتال الأرضي لأن هذه مثل ما قلت هذا هو منقذة خاصة في الجولة الأخيرة. لا وبعدين لا تنسى قاعد في القتال الأرضي فتحسب لازم عدد إنزالات والتحكم بعد الإنزال لأن هذا كجولة كل جولة آخر جولتين قتال أرضي فقط واللي فايز فيها في جولتين لحد الآن فابيو ميلو. وعلى فكرة مارك الكوبا ما عنده طريقة يفوز بيها عنده بس طريقة إنه لا يخسر وهذا شيئين مختلفين. أنت قاعد تحاول ما تخسر بس ما قاعد تحاول تفوز. مارك فيليبينو ستاندينج أب كيف ممكن يفوز المقاتل الفلبيني هاللحظة ما عنده شيء لازم ينهض ويلعب على الاسترايكينج لأنه في القتال الأرضي خاصة وهو على ظهره صعب جدا. لا قصدي انه عنده دفاعات هو متمكن بالدفاع دفاع فقط اشتغل انها هذه فرصته فضل اشتباك الان الثواني الاخيره والبحث عن الضربه القادمه عشان هدف جريسي هدف جريسي مهتم جدا بالقتال شو قلت قاعد يحاول يتفاعل مع كل حركه لان فابيو ميلو من المخاطرين المعروفين عشر ثواني فقط اعتقد خلاص اعتقد فابيو ميلو ضمنها هذه المرة يعني عوض خسارة أمام ترينت جوردن هذا في نظري يعني ما زلنا يجب أن نستمع إلى قرار القضاء في النهاية. تفاعل الجماهير البرازيلية مع فابيو ميلو المقاتلين الاثنين يرفعون إيديهم بانتظار الحكام اللي هم الوحيدين اللي دفع لهم عشان يحكمون. عندنا حوالي الآن حوالي 3000 حكم داخل الصالة. Beautiful, nicely done. Vindication for Fabio Mello.
Not that I care, but I'm kind of I'm very happy for these boys. I'm very happy. Not that you care. Not that I care. I don't know if you guys notice. Yani. يمكن 30 27 بس الجراوند جيم ما اعتقد اي واحد راح يعطي الجولات الثلاثه الى صالح او يعني يمكن جوله واحده الحكم يعطي الجوله الثانيه لصالح الجوله الاولى عفوا لصالح المقاتل الفلبيني بس اعتقد قرار يكون المفروض بالاجماع من وجهه نظري طبعا وجهه نظري ايضا بالعكس يعني كانت سيطره صراحه من فابيو ميلو يعني ممكن واحد من الحكام يعطي جوله الى المقاتل الفلبيني الجوله الاولى بس فقط نعم اذا All right, ladies and gentlemen, after three hard fought rounds, we go to the judges' scorecard. The judges see this fight 30-27, 30-27, and 29-28. All for your winner by unanimous decision, Fabio Mello! Ladies and gentlemen, presenting the award to Fabio Mello, Hanzo Gracie. وهانزو غريسي سيقدم الهدية التذكارية لفابيو ميلو يعني معرفة قديمة بهم بالمقاتل فابيو ميلو وهانزو غريسي أيضا وفوز مهم بالنسبة لفابيو ميلو في هذا العمر 44 سنة يعني أكبر انتصار يعني ما أدري أعتقد لو حاول يتقاعد So I saw you were watching this fight very, very closely, sitting with his family. How impressed were you to see Fabio win that fight? It's like I say, what people don't realize is when you get over the hill, when you're older, he's 44. That's when you pick up speed. So he's showing, it's the living proof of that. Beautiful fight. I'm a fan and I'm glad to be watching the event here. Fabio, that has to mean a lot. Receiving the award from Hanzo Gracie, a good friend. Tell me how you're feeling right now after that fight. It's such an honor for me receiving this kind of, from Hanzo Gracie. He's a legend. He's a legend and my idol, you know. And I just want to say thank you all of you, Emirates, Brazilians, all the nation, coming and watching the show. It's a pleasure. It's a priceless for us. Having you, all of you guys, over here tonight. And hopefully you guys enjoy the show as much as I enjoy. So, thank you, UAE Warriors, Palm Sports. Thank you, Mr. Forward. Thank you, Lucio Linhares, Pedro Duarte, Pedro Bruno Chacal, all my friends from Zayed Kulia, all my friends from Alain, all my friends from Pavilion 13, Alaí, Jiu-Jitsu, MMA. Thank you. Ladies and gentlemen, one more time, Fabio Mello!